الجديد كان قبل اسبوع تقريبا هو اغنيه عراقيه باسم ما انسى، فالحمد لله يعني لقت نجاح زوين لانه في ظرف اسبوع خدت مليون مشاهده. وبعد الاغنيه العراقيه ان شاء الله بعد رمضان غتكون اغنيه وطنيه مغربيه، كذلك اغنيه غادي تنزل من كلمات والحان ايهاب امير. تعاون يعني انا وايهاب امير اصدقاء، فدائما كنهضروا مع بعضياتنا، فجا منو الطالب قال لي علاش ما تغنيش شي حاجه من الحاني، سمعني لحن من كلمات وكلماته، فبالعكس عجبني الحال بزاف لانه كنحس ايهاب امير احساسه في الغناء قريب ليا، وصافي تم الاتفاق على الاغنيه ان شاء الله غتشوفها قريب نازله. التمثيل الى الان لا، لانه كنشوف دائما تركيزي اكثر على الغناء، بغى نثبت وجودي اكثر في الغناء، والتمثيل يمكن ياخذ وقت اكثر، يمكن من بعد نفكر في الموضوع. اكيد دائما كنسمع لانه ما شاء الله الانستغرام فيما كتعلو كتشوف الجديد المغربي، وانا كنتابع الفنانين المغاربه، فدائما متفوقين في الالحان وفي الكلمات وكذلك في الانتاج، فرائعين دائما. بلا عنوان يعني هاد يمكن هاد الشهر كامل كنسمع غير بلا عنوان ديال حاتم عمور. رائع، اختياراته دائما زوينه وفي محلها، كذلك المواضيع اللي كيختارها زوينه بزاف، يعني ذكاء منه انه كيختار مواضيع اللي كتقيس كل واحد، فما شاء الله عليه ناجح.